شيء ممكن يؤذي صحة الطفل. نيوتريشنال دايت تو تشيلدرن يوفر الغذاء الصحي والصحيح لكل عمر، مناسب لكل عمر للتشيلدرن. مونيتورينج تشايلد جروث اند ديفلوبمنت اند توورد هيلث ليفل اوف تشيلدرن. Child Health Services تشمل لنا النيونيتال كير. النيونيتال كير is the first week of the life, is in the most crucial period or in infancy. أول أسبوع يسمونه النيونيتال. هسه عرفنا شنو نيونيت وعرفنا بعد شنو نيوبورن وعرفنا الانفانت شنو ما. First week of the life and most crucial period in infancy, it's very important. The objective of neonatal care to establish and maintenance of cardiorespiratory function. احنا طول اسبوع لازم وظيفة القلب والجهاز التنفسي انه تعمل بشكل صحيح وسليم، لان نعرف احنا الكثير من الاطفال بعد الولادة خاصة اذا كانت الليبر prolonged labor or obstructed labor او عندهم مشاكل مثلا او infection وشي ممكن هذول اللي يصير يعني اللي عندهم مشاكل اثناء الحمل اللي خاصه هذول calcified placenta وشي عندهم راح ينولدون بمشاكل. هذه المشاكل ممكن اكثر المشاكل الكومن هي الكارديو respiratory function. maintenance of body temperature لازم نحافظ على درجه حراره الطفل في الدرجة الحرارة المناسبة له، لأن احنا كلنا نعرف هو الطفل كان داخل رحم والدته وكان في ضمن درجة حرارة مناسبة وملائمة له، يعني من رب العالمين مكيفة له، فمن يطلع لازم تكون هذه درجة أيضا متناسبة ومتناسقة مع عمر الطفل ومع فعالياته الحيوية. Avoidance of infection and establishing of breastfeeding, early detection and treatment of any congenital and disorder. Congenital abnormalities or disorder. Immediate care. أول ما ينولد الطفل. إحنا نحكي هسه هذا اللي neonatal care باعتبار مراكز الرعاية الصحية الأولية أغلبها مو أغلبها يعني قسم من عندها مو الأغلبية لا الأغلبية ما بيها صالات ولادة. بيها صالات ولادة قسم من عندها وتتم بها عمليات الولادة سواء الولادة الطبيعية. يعني فالإميديت كير أول ما يولد الطفل في اللحظات الأولى في الساعات الأولى من ولادته اللي تشمل إنه cleaning airway to help and establish the airway and cleaning and other secretions. كلنا نعرف لازم ننظف المجاري والمسالك التنفسية للطفل حتى أي secretion ممكن داخل بيه أثناء الولادة، أي mucus، أي نوع ثاني من الأشياء اللي ممكن تسدها وتمنع التنفس مالته وبالتالي تؤدي إلى تأثير على حياته، يصير عنده cyanosis، يصير عنده ممكن حتى death. وكذلك تنقيس للأبقار score should be taken in 1 minute and again at 5 minutes after birth. هذا راح نحكي شنو هذا فائدة الأبقار score. هذا score معين خلوه يقيسون الفعاليات الحيوية للطفل ضمن نقاط معينة يحسبون من هي من الواحد للعشرة، يحسبون الطفل ايش قد وبذلك يحددون إذا كان طبيعي، إذا كان تحت الطبيعي، إذا كان يعاني من مشاكل ويحتاج إنه يبقى بالمستشفى بوحدة الخدج ويحتاج متابعة. فأول ما يولد الطفل يسوى وبعد 5 دقائق أيضا ينعاد له حتى يتأكد من عنده. هذا الأبقار سكور. الأسكور متكون من الساين اللي احنا نجي نفحصها، نعرف احنا الفرق بين الساين والسيمبتومز. السيمبتومز اللي يعاني منها المريض، الساين أثناء الفحص تبين لنا. قسموا سكور 0 وسكور 1 وسكور 2. هذا من يجي الطفل أول من يولد، واحدة من الإميديت كير اللي نوفرها إليه إنه نسوي له فحص شامل وعامل كل الفعاليات الحيوية بجسمه ونحدد فوق أي سكور صاير. أول شيء لازم نقيس له الهارت ريت. إذا أجينا قسنا الهارت ريت للطفل شفناه أبسنت، وين نخليه؟ ما عنده هارت ريت، يعني شنو هذا؟ يعني معناته شنو إذا الهارت ريت؟ absent.
أفضل لك، معناته جيت. فهذا شيء نخليه بالخانة السكور زيرو. زين، إذا كان الهارت ريت مالته سلو بس لقيناه جوا المية، وين نخليه؟ سكور 1. إذا فوق المية واللي يعتبر طبيعي واللي هو أحسن شيء بالنسبة للطفل، لأن إحنا كنا نعرف الطفل أول ما ينولد الهارت ريت مالته عالي والريسبيراتوري ريت مالته أيضا عالي. بعدين كل ما يكبر بالعمر كل ما يصير أقرب للإنسان البالغ. سكور 2 هو اللي افضل شيء، هو اوفر 100. نرجع شو نقيس؟ نقيس الريسبيراتوري ريت، نحسبها، نكشف الطفل نشوف صدره كم مره يسعل ينزل صدر الطفل، نحسب بها الريسبيراتوري ريت. اذا ابسنت فهو هنا ايضا ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون بيت، فنخليه بالسكور 0. وذا كان سلو وإريجولار، يعني شفناه مره يسحب مره ينزل بطيء التنفس مالته، هذا ضمن سكور 1. اما سكور 2 فهذا يكون جود كراينج، حركته طبيعي، تنفسه طبيعي، التنفس مالته سريع ايضا وضمن الطبيعي. نجي نشوف المصل تون، نفحص المصل مالته، نفحص الدير شديد، اذا شفناها شلناها وقعت فلاسد، يعني هذا ضمن سكور زيرو. بينما اذا شفنا some flexions of extremities شوي يقدر يحركها، يقدر يسوي فليكشن، ينزلها، يصعدها، بس فشي مو قوي، هذا يكون ضمن سكور 1، والاكتف موفمنت هي سكور 2. الرفلكس ريسبونسز، كنا نعرف ان الاطفال اول ما يولدون اكو انواع مختلفه من الرفلكسز ممكن يصير عندهم. واحده من الرفلكسز هي الريسبونس تو بين، مثلا قرصه او تتبزه او تسوي له شيء، اي شيء. اذا شفت نوع من الريسبونس فهذا سكور 0. اذا جريمس يعني شويه بين شلون حركات وجهه فد يتاذى بس ما قدر يصيح ويعيط ويبكي، هذا سكور 1. بينما اذا كراينج وطبيعي وهذا يبكي عادي بصوت عالي فهو هذا سكور 2. نجي نباوع بصوره عامه الجسم ككل، الجلد مالته، اللون مالته، الكلر، اذا كان بلو اور بيل فهذا سكور 0. اذا بلو والاكس بينك اكس بلو اور بينك اكستريميتيز بلو فهذا شنو هنا؟ الاكستريميتيز مالته معناته شنو؟ عنده ساينوسيس، هذا بعد عنده ساينوسيس، بعد عنده فد مشاكل، فيخليه بالسكور 1. بينما اذا كله بينك لونه طبيعي وما عنده اي ازرقاق بجسمه فهذا يعتبر سكور 2. نحسب لهم هنا النقاط التوتال سكور، اذا كان كلش نازل من الصفر للثلاثه سيفير ديبرشن، هذا من الصفر للثلاثه هذا ايش نعتبره؟ نعتبره ايضا سكور 0 معناته جيت. بينما السكور 1 اللي هو يشمل من 4 الى 7 هاي بيها نقاط، كل وحده يعطوها نقطه ويحسبون ايش قد السكور مالت الطفل. واذا كان ما عنده ديبرشن بالسكور مالته عالي كلش صاعد من السبعه وفوق لحد العشرة فهذا نطيه العفو يكون هو أفضل شيء، لأن هو جمع يعني هسه هذا السكور على كل وحدة من هذني نطيه نقطتين بالسكور 2 ياخذ نقطتين. إذا كلهن عنده هسه خلينا نشوف الآخر عمود سكور 2، إذا كان الهارت ريت مالته أوفر 100 هندرت، فوكس ريسبيراتوري ريت، اكتف موفمنت، الكراينج ريفلكس مالته طبيعي وكومبليتلي بينك، كل وحده اخذ عليها اثنين اثنين، كل وحده من هذني ياخذ اثنين. ايش قد راح يصير السكور مالته اذا كلهن عنده مضبوطات؟ ايش قد يصير السكور مالته طلاب؟ لا احنا خمس نقاط، ليش ما اخذت اثنين؟ عافية صح يصير 10. زين، إذا كان عنده slow heart rate
عنده some flexion بالاكستريميتيز، مو كلش، مو اكتف موفمنت، بس الريسبونس مالته كان الكراينج زين وكومبليتلي بينك. ايش قد السكور مالته؟ الريسبيراتوري ريت كان مالته irregular، والهارت ريت سلو، عنده فلكشن بالاكستريميتيز، بس الريسبونس للريفلكس كان كراينج وكومبليتلي بينك. ايش قد يصير؟ 2 ب 2 4، وهذني 3 يصير 7. وين يصير بيا خاني؟ افضل شيء اللي هي النو ديبرشن. السكور مالته نقول اسبوع كل وحده زين، اذا كان نو هارت ريت، نو ريسبيراتوري ريت، فلاسيد ماسل تون، اند نو ريسبونسز تو ريفلكسز، والكلر مالته بلو اور تيل، هذا ايش راح يكون؟ ايش قد السكور مالته؟ عافيه فاطمه 0، هذا سيفير ديبرشن، معناته ديف، هذا الصفر كلش، هذا ديف. وحده من الاميديت كير ايضا هي الكير اوف ذا كورد خلال الولاده، اول ما ينولد الطفل الكورد should be cut and tied when it has stopped pulsation. Care must be taken to prevent tetanus of a newborn by an sterilized instrument. كلش نهتم، عملية الولادة كلنا نعرف لازم يصير under sterilized condition حتى لا يصير عندهم تيتانوس. Care of the eyes، أيضا لعيون الطفل before the eyes are open, the lid margin of the newborn should be cleaned with sterile wet one for each eye from inner to outer side. من الداخل للخارج نمسح عين الطفل أول ما ينولد، أكيد راح الوساخة حتى من يفتحها لا تدخل هاي بعينه تسوي له التهابات بعينه وبجفنه، لذلك لازم نمسحها فد قماشة رطبة، فد قطنة رطبة أو شاش احنا نسميه، نبللها نرطبها ونمسحها من الداخل إلى الخارج. هاي وحدة أيضا من الـ immediate care of the skin. The first bath is given with soap and water and warm water to remove vernix, ميكونيوم، عند بلاكت كلودز، شكو اشياء على جسمه لازم ينغسل اول ما ينولد. احنا لا، احنا نقول لا ما يغسلونه، المفروض اكو مثل ما نقول هنا الثيوريز شويه تختلف، اكو ناس شو تقول كل هاي الماده اللي ينولد بها تحافظ على جسمه، اكو الوضوء الاغلبيه تقول انه ينغسل ويتنظف من كل هذه الاوساخ اللي ممكن تسوي عنده التهابات بجلده او ممكن تصيبه بالانفكشن. Sometimes prefer to apply oil before the bath. كثير من الاحيان نشوف احنا جلد الطفل يقول هذا لازم يزكون جسم الطفل قبل لا يسبحونه، شويه يرطبون الجسم، بعض الاحيان يستخدمونه بالاويل قبل لا يسوون باثينج. Maintenance of body temperature كلش مهم انه نحافظ على حراره جسم الطفل. The normal body temperature of a newborn is between 36.5 degrees centigrade. It's very important to cool newborn immediately after birth for skin to skin contact. افضل طريقه حرارة الطفل انه تطيل الام، الام يخليه على سكن تو سكن، يخليه لها جوا ملابسها، يعني مو يلفونه بال شو اسمه، يعني اذا شيء جوا للخارج يطول الام في حرارة جسمها، يحافظ اي او ورا ما ينولد وينغسل شيء وينطق على حرارة. نعلم الأم على طريقة البريست فيدنج الصحيحة، لأن أكو طرق كلش مختلفة للأوضاع مختلفة للبريست فيدنج، لازم نعلم الأم ياها الوضعية الصحيحة اللي تحافظ على الطفل، تحافظ ريست ريسولز حتى ليصير كيشن، الطفل أيضا يستفاد من الرضاعة بالطريقة الصحيحة. Neonatal examination، تسوي له examination، لازم المفروض بالخدج وطبيب اطفال متوفر موجود يسوي examination عام للطفل،
measuring the body height, weight, head and chest circumferences. هذه كلها ضمن الخدمات التي تقدم للطفل. نرجع نعيد الميديت كير كلينينج للاير واي، قياس الاير سكور، كير اوف كورت، كير اوف ايز، تنس بدي تمبرتشر as early as possible. حسب معرفتكم النورمال ديليفري ورش قد بريست فيدنج، شو وقت تبدي ترضع طفلها بالنورمال ديليفري ورش قد. إذا طبيعي مباشرة هو as soon as possible، بس يعني ممكن تعطيها نص ساعة. والعملية ورا نص ساعة ممكن. عافية من منور قول العملية ممكن ورا ساعتين تبدي لحد 6 ساعات. المفروض يعني تكون early breast feeding، لأن احنا كلنا نعرف البريست فيدنج الفائده للطفل. وايضا يونيتال اكزامينيشن ميجرنج اوف بودي هايت ويت هيد تشيست سيركمفيرنس، يعرفون الطفل يجيبوه يوزنوه. هسه راح ارجع اسالكم سؤال اشوفكم حفظتوا ولا لا. ابقار سكور ورش وقت نسوي من الولاده؟ ورش وقت ورش قد نعيده؟ عافية هاجر، أول دقيقة ونعيده وبعد 5 دقائق. هسه نيجي على breast feeding. Encourage and facilitate early. شوف انتبهوا لهاي الشغلة. Early, frequent and extended skin to skin care. Skin to skin care promotes the development and maturation of the infant feeding behavior and enhanced breast milk protection. شنو فائدة الرضاعة الطبيعية بأول ما يولد الطفل؟ قلنا بالنورمال ديليفري ورا نص ساعة تقدر الأم ما بيها شيء تقدر لها، لأن لها فائدة بنفس الوقت بروموت ذا ديفلوبمنت اند ماتوريشن اوف انفانت فيدينج، وبنفس الوقت انهانس بريست ميلك برودكشن، لأن اكو ريفلكس يسمونه السكنج ريفلكس. الطفل كل ما يبدي مبكر كل ما يتعلم على السكنج، وكل ما يصير سكنج أكثر للبريست ملك كل ما يزيد البروتكشن اوف ذا ملك. Commence breast milk expression as soon as possible after birth and at least within the first 6 hours followed by frequent, regular and effective breast milk expression to stimulate adequate breast milk protection. احنا قلنا اول ما يولد الطفل او على الاقل خلال 6 ساعات الاولى لازم الام مرضعة طفلها. ليش كل ساعتين؟ منين جبتوا هذا الكلام؟ ليش كل 3 ساعات؟ أرجو واحد يفسر لي. 24 hours، منين جبتي هذا المصدر منور؟ احكي لي. قبل كانوا يقولون هذا الحكي، يقولون سووا جدول. هذا الحكي خليني اعتبره يعني نعتبره شيء علمي، لكن اثبت مؤخرا من الدراسات انه الطفل كل ما يحتاج رضاعه تفضل له. كل ما يحتاج رضاعه، كل ما يبكي يريد تحس به هو جوعان، المفروض هي تنطي breastfeeding.
initially it is recommended to express at least 8 times in 24 hours. هاي initially بالبداية with at least one expression overnight. هاي بالبداية. Continuous breast milk expression double pumping may enhance milk production at safe times. يعني شنو معناته هذا؟ شنو معناته؟ Simultaneous breast milk expression double pumping may enhance milk production at safe times. Therefore, it should be recommended for any mother who will be expressing for longer than a few days. يعني أول شيء قلنا إحنا البريست ميلك لازم يبدي شنو as early as possible. الأقل يعني كلش خلال ورا نص ساعة من الولادة الطبيعية ورا ثلاث ساعات من السيزيريان. إذا كلش ما قدرت الأم على الأقل خلال الست ساعات الأولى. هاي أول نقطة هنرجع لها. قلنا كل ما يزيد السكند مالت البيبي كل ما يكون أفضل للأم وللطفل. الطفل من يا ناحية راح يتعلم على الفيدينج بيهيفير، والأم من يا ناحية راح يصير بروتكشن للملك أكثر. هنا واضحة؟ Commence breast milk expression as soon as possible. هاي هم حكيناها. Breast milk feeding for both preterm and annual term infants has major health benefits and assist recovery. الطفل إذا عنده مشاكل صحية بالولادة مثلا ما تكون ولادة مبكرة كل اللي يفيده هو شنو ممكن يكون البريست فيدينج واحدة من العلاجات ما تعتبر. بالبداية أول شيء it's recommended to express at least 8 times in 24 hours خاصة بالأيام الأولى الطفل يعني خلينا نقول بعد ما يعرف شلون يبكي ما يعرف هو يريد أكل ما تفهم له أنت إيش وقت هو يريد feeding 8 times in 24 hours ومرة واحدة بالليل هنا شنو لازم البريست فيدينج يصير من 2 بريست يصير يسمونه double bumping وممكن ايضا يسوون بريست فيدنج وممكن شنو ايضا يسوون عن طريق هذه الاجهزه الاجهزه اللي تسوي سيفنج للتايم تحفظ الحليب شو وقت ما يحتاج الطفل ممكن يعطوه له. Teaching mother about important and benefit of breastfeeding. لازم الامايه احنا تتذكرون خلال انتينيتال كير قلنا لازم نعلمها على child rearing child care واحدة من الأشياء نعلمها إياها نعلمها عن importance and benefits مع breast feeding لازم أنت ترضعين طفلك هذا نهيئها نفسيا نهيئها جسمانيا إنه تكون مهيئة إنه تترضع طفلها لما له من أهمية نقول لها إنه بي أنتي infective factors بي hormones enzymes specialized growth factor أنتي inflammatory mediator بالاضافه الى سبيسيفيك نيوتريانت اللي ما ممكن انه تكون متوفره في اي نوع من انواع الحليب الاخرى سواء كانت هذا الحليب القواطي او كانت الحليب السائل او غيرها. لان كلنا نعرف صارت هواي دراسات وهواي مقارنات بين حليب الام وانواع الحليب الصناعيه الاخرى وبينت الدراسات اهميه حليب الام وفائدته الكبيره مقارنه بانواع الحليب الاخرى اللي نسميها احنا جافه الدراي باحتواء على الكثير من العناصر المهمة اللي ممكن تكون كلش ذات فائدة وحماية للطفل. هسه احنا قلنا حكينا على breast feeding حكينا على أهميته للأم وللطفل هذا فشي كلش بسيط أنا لو أعطيكم على breast feeding محاضرتين ما تكفي طريقة طريقة الرضاعة الصحيحة المكونات مال حليب الأم الكومباريزن مالته ويا الحليب الآخر المكونات مالته طريقة عمل حتى المكونات مال الحليب تختلف بين الليل والنهار بين بداية الرضعة نهاية الرضعة هذه كلها تفاصيل إذا أريد نحكيها تأخذ وقت طويل أنتم في غنى عنها يعني واحدة من عندها مثلا الحليب بالبداية يكون يختلف الفخن مالته عن ما بالنهاية جسمه مالته بالنهاية
راح يكون بالليل يختلف مكوناته عن بالنهار حتى الطفل يصير خفيف على معدته وشي. نيجي الشيء المهم الثاني بالعناية بالطفل هو الـ National Immunization Schedule for Infants and Children. نحن كلنا نعرف كل طفل منذ الولادة يحتاج اللقاحات، واللقاحات هذه تستمر لحد ما يدخل المدرسة العمر 6 سنوات. زين شنو الجدول مالتنا اللي خاص احنا عندنا بالعراق؟ هذا جدول يختلف كل فترة يصير به تحديث، كان جدول قديما مختلف عن هسه، هسه آخر تحديث بالجدول يتكون من هذه الجرعات التالية اللي يمكن لو عندكم طفل بالبيت تلاحظون البطاقة مالت الطفل مالت اللقاحات مكتوب بها كل أنواع اللقاحات والتواريخ ايش قد عمر الطفل اللي يحتاج بها اللقاح. فالولادة لحد 1 ويك يحتاج أورال بوليو فاكسين دوز 0 نسميها، والهيبتايتس بي دوز 1 والبي سي جي فاكسين. وده نشوف احنا اكثر شيء هاي الجرعه اذا متوفره اللقاحات يطوها الى بالمستشفى الطفل اول ما ينولد يطلعوه من صاله الولاده خليه شويه يرتاح بالخدج شيء يجيبونه يلقحونه. منو عنده طفل بالبيت وشاف لقاحاته؟ عنده طفل بالبيت وشاف الكاف مال اللقاحات؟ شاف الجدول شلون مكتوب انواع اللقاحات؟ ما حد عنده اخ صغير ابن اخ؟ هسه هذا اول ما يولد الطفل من 0 day الى 1 week لحد اسبوع شو يطوه؟ يطوه اورال بوليو فاكسين يسموها 0 دوز، الهبتايتس بي فاكسين والبي سي جي. زين البي سي جي المن؟ من يعرف البي سي جي مال شنو؟ البي سي جي مال شنو؟ فكلنا احنا العراقيين نعرف البي سي جي. البي سي جي مال التي بي. زين هل هو يمنع التي بي لايف لونج؟ لو بس يمنع يمكن يسمونه ملياري تي بي، هذا اللي يصير بالاطفال بس فتره الطفوله يعني، بحيث يعني من يكبر بالعمر ما يعني مو شرط انه ما يصاب حتى لو ما اخذ لقاح البي سي جي. اذا هسه اول ما يولد الطفل هاي 3 لقاحات ياخذها، ورا ما اخذها كتب سووا له كارت مركز الرعايه الصحيه قالوا له عمره شهرين فلان يصادف موعد جيبوه. جيبوه شنو نطيه؟ نطيه الهكسا فاكسين الجرعة الأولى، الروتا الجرعة الأولى، والجرعة الأولى مال بريف 13 أند أورال بوليو فاكسين الجرعة الأولى، كل الجرعة الأولى. منو يعرف الهكسا؟ الهكسا فاكسين المن؟ الهكسا من اسمه هكسا يعني شنو؟ يعني شنو هكسا؟ يعني سداسي. اليا مرض يشمل هذا بالبدايه كانت الفاكسينز مفردات، كل فاكسين المرض معين، لكن قلنا احنا الطب في تطور، العلم في تطور، احسن ما الطفل ياخذ 6 حقن من اللقاح جمعوها كلها بلقاح واحد. هلا شوف تعليقاتكم. نعرف الهيبسا يعني من قريت المحاضره ما حد أثار الفضول راح يدور شنو يعني هيكسا فاكسين. أبت الهيكسا فاكسين used to protect babies against diphtheria. شنو هي الدفتريا؟ تيتانوس، البرتوسيس اللي هو الهوبين كف، الهيبتايتس بي والبوليو ديزيز والأذر ديزيز اللي هي المنينجايتس اللي تسببها هيموفيلوس انفلونزا بكتيريا تايب بي. الروتا من يعرف الروتا شنو؟ الروتا شنو؟ روتا من سامع بالروتا؟ روتا روتا فاكسين المن ينطاه نفس الاسم، اكو فيروس اسمه روتا فيروس يسوي
جاستروانتيس دينال بروبلمز بالبيبيز يصير يسمونه روتا فيروس. هذا الروتا، وهذا الروتا يعني مؤخرا انضاف، كان قبل ما موجود بالسنوات السابقة. البريف 13 المن نيموكوكال نيمونيا فاكسين، نيموكوكال فاكسين 13 فالنت يسمونه. والاورال بوليو اللي هو هذا القطرات، شايفين القطرات كلنا شايفين هاي الحملات اللي تسويها الوزاره مال اورال بوليو فاكسين. اول جرعه تنطى بعمر شهرين، خلصنا من الشهرين نقول له عندك جرعه ثانيه من هن نفسهن، تاخذ الجرعه الثانيه بعمر 4 اشهر، يجي بأربعة أشهر ياخذ الهكسا 2 الروتا 2 بريف 13 2 والأورال بوليو فاكسين 2، نفسهن يرجع وين ياخذهن شوكيت بعمر 6 أشهر. هاي مو ورا 6 أشهر وإنما بعمر 6 أشهر، يعني شنو؟ كل شهرين ده يجي الطفل ياخذ لقاح، ياخذ الجرعة الثالثة من نفس اللقاحات هكسا روتا بريف والأوبيدي أوبيدي. هنا صار عنده مناعه، اخذ الجرعه هذني كاملات اولى وثانيه وثالثه. الاورال بوليو شو اخذ؟ اخذ 0 1 2 3 هسه صبط، صار عمر الطفل 6 اشهر. بعمر 6 اشهر من يعرف شو نعطي لقاح؟ طيب ما الحصبه الميزلز، ويا الحصبه شو يعطونه؟ منو شايف الفيتامين اي شلون شكله اللي يطول للطفل بعمر 9 اشهر؟ اللي عرفه الى درجه يطونه لقاح عمر 9 اشهر لقاح الحصبه، ويطوه هي فيتامين اي. وشنو فائدة الفيتامين اي وشلون شكل العلاج اللي يطوه؟ يا ابرة يطوه شلون؟ شراب. الحصبة افتهمنا مع الحصبة، قلنا الحصبة وياها فيتامين اي يطول. فيتامين اي شنو الشكل مالته؟ شنو فائدته؟ وبالمناسبة الفيتامين اي يطول مو بس للطفل، يطول الامهم. رسل جايبتها من دراسة وسويتها كوبي بيست. فيتامين دي انت شايفيها مثل الكبسولة دي، الوان كل لون على الجرعة مالتها أخضر زرق. كنت أتمنى إنه أكو دواء وأجيكم من المركز صحي وشوفكم اياها بعيونكم. ويا ريت اذا عندكم احد من اطفالكم بالبيت
حق الله وياكم، عذرا للتأخير. قلت لكم لحظة. يقوم الباب. وين وصلنا؟ العمر التسعة أشهر اللي نعطيه ميزلز والفيتامين أي وياها 15 شهر، يعني 3 أشهر، 5 سنة ونص أمان، 15 سنة و3 أشهر. نطي الام ام ار اللي هو ميزلز بروبل، اوكي، هذا اللقاح الثلاثي يسمونه، احنا نسميه اللقاح الثلاثي ام ام ار ميزلز بروبل، الذي ميزلز الحصبه ويا الحصبه شكو بروبل الحصبه المكاف. رجعي انا هسه اماني، رجعي لنا للسنه ونص، هسه اجي انا بعمر ال 18 شهر، عمر الطفل صار 18 شهر، يعني البنته ونطي اورال بوليو، بس الاورال بوليو شنو هنا؟ الاورال بوليو هنا جرعه معززه نطي. مو ضمن اللاسافه، هاي يسمونها بوست. ونطيب بعد البنت واللقاح الخماسي. الدي بي تي والانجكتابل التهاب الكبد وسعال الديكي والتيتانوس بي. العمر قبل لا يسجل بالمدرسة أو قبل لا يروح للروضة الطفل أيضا، تذكرون ما يدخلوا للمدرسة إذا ما عنده هالبطاقة مال الفحص الطبي اللقاحات كاملة، يروح ياخذ التترا. التترا شنو؟ عليكم التترا شنو يعني؟ الأورال بوليو هم يطوء أمامه الجرعة الثانية. منورة تقول هذني نحفظهم لو شنو؟ طبعا تحفظهم، العدد ما مضيتكم اياهم. اقول لكم شو الطيب عمر 15 شهر؟ شو الطيب عمر 6 شهور؟ مثلا اقول لك شهر اجيب لك ام سي كيو، شهر 2 ماث اعطي الجرعه الثانيه مال روتا، واعطي الجرعه الاولى مال هكسا، واعطي جرعه زيرو مال الاورا بوليو. يا هي الصحبيهن، يا هي الصحبيهن. مارد مكونات على الأقل عافية. من أول الهكسة حفظتي الهكسة الأولى حطيها الصحيح، أوكي. تقوى تقول كل هاللقاحات متوفرات بالمستشفى، بالمستشفى ماكو لقاحات للأطفال، هذه كلها بمركز الرعاية الصحية الأولية برايمري هيلث كير بالمركز الصحي. ليش لقاحش للأطفال ما ذكرناه؟ كم مرة أخذ لقاحش للأطفال؟ أول من ولد أخذ بعمر شهرين، اخذ عمر 4 أشهر وست أشهر وال 18 شهر وقبل المدرسة، هذا كله أورال بوليو فاكسين. هذه القطرات اللي تخلي حق الطفل يقطروا له، لأن يعني كل الأورال بوليو فاكسين هذا لقاح شلل الأطفال. واضحة طلاب؟ مثل ما قلت لكم اتمنى كان الوضع احسن، كان وديناكم مركز صحي وكلها شفتوها بعينكم هاي اللقاحات، كان الطلاب ذيك السنوات السابقه ناخذهم يلقحون، حتى يلقحون الاطفال صحيح المركز الصحي كان صغير وما يكفي والغرف صغيره وشي، بس كنا نقسمهم على جروبات وتوزعون على ضمن and adverse genetic and environmental.
الطفل حتى ينمو normal growth وديفلوبمنت، يتطور الجروث هو النمو والديفلوبمنت التطور مع الطفل حتى يكون بالطريقة الصحيحة والطبيعية. لازم عنده optimal nutrition، nutrition مالته صحيحة، و freedom from recurrent episodes of infection والadverse genetic and environmental influences. ما عنده لا مشاكل infection ولا genetic ولا environmental، بالإضافة للتغذية الصحيحة. هذه كلها تساعد إنه ينمو الطفل ويتطور تطورا صحيحا وطبيعيا. Determinants of growth and development. Growth with development. أولا الجينيتيك انهيرتنس، يعني لا سمح الله أقزام، إيش راح يصير إذا هم طبيعتهم يعني جينيتيك قصار قامة أو عندهم بالجينيتيك مالتهم كلهم ضعاف مثلا، أو عندهم بالجينيتيك مالتهم عندهم مشاكل مثلا صم وبكم وهاي السوالف. اوكي، فالجينيتيك انهيرتنس هو اول واهم ديترمينانت من العوامل اللي تاثر على الجروث والديفلوبمنت. ثاني شيء قلنا النيوتريشن، لازم النيوتريشن مال الطفل تكون اوبتيمال نيوتريشن صحيحه ومناسبه للطفل حتى الطفل لا يصير عنده مشاكل بالجروث والديفلوبمنت. الايج مال الطفل، السكس، فيزيكال سراوندينج، المحيط مال الطفل، شلون ايش وقت انت تعلمه هاي الاشياء مال ديفلوبمنت اكو بيها انت تعلمها للطفل، and psychological factors, infections and parasitosis, economic factors، بالاضافة الى other factors اللي هي birth order, birth spacing, birth weight, birth education. هاي عوامل اجريت دراسات كثيرة على الاطفال شافوا اختلافات بالديفلوبمنت والجروث مالتكم مالتهم، فمن دوروا شنو العوامل المشتركه بين هذول اللي عندهم مشاكل شافوا اكثر الديترمينانت اللي تحدد الجروث والديفلوبمنت هي هذه العوامل، بالاضافه الى هي عوامل اخرى منها البيرث اوردر. برايكم البيرث اوردر والبيرث سبيسينج شنو تاثيرهم؟ ليش ياثرن على الجروث والديفلوبمنت؟ شفناها احنا سابقا محاضرات سابقه. طلاب برايكم شنو تاثيرها؟ عافية هاجر، والأم تهمل الطفل إذا كان الطفل الأول، قل تغذيته، قل الرعاية مالته، أو حتى لو كانت تترضع هي الحليب مالتها مثلا صارت الحمل ثاني الحليب مالته راح تختلف مكوناته ما راح يفيد الطفل. البيرث ويت أيضا الولادة أثناء الولادة الطفل الويت مالته أيضا إلى تأثير. والبيرنتس إدوكيشن، راح تقول إدوكيشن شو له علاقة؟ education شنو اللي علاقة؟ parents education تعليم الوالدين مستوى الدراسي لهم له علاقة بالgrowth والdevelopment مع الطفل؟ عافية أكيد هاجر تقول أكيد الوالدين متعلمين يعرفون شنو الغذاء الصحي. كانت الأم مثقفة تعرف مو بس النيوتريشن، مو بس بالنيوتريشن، تعرف ايش وقت تخلي الطفل بالحجلة، ايش وقت الطفل لازم يقعد، ايش وقت الطفل لازم ينام، ايش وقت الطفل المفروض يمشي، مو تخلي عمره سنتين هو بعد ما يمشي وهي ما تدري بالدنيا شكو، لا هذا طبيعي هذا عادي الطفل ما بيشي ويجوز يوصل مرحلة او عدة انفكشن. تعرف شنو انسان السيمتومز اللي ممكن تبين بالطفل انه الطفل يحتاج رعاية طبية ايضا. فالمفروض كل ما تكون البيرنتس ادوكيتد اكثر كل ما تكون معلوماتهم برعايه الاطفال اكثر. سيرفيلانس اوف جروث اند ديفلوبمنت، شلون نحدد الجروث والديفلوبمنت؟ عن طريق العديد من الطرق. الجروث قلنا هو الفيزيكال جروث، يعني شنو النمو مال الطفل، شلون نسوي له سيرفيلانس، نسوي مشاهده الاطفال نعرف
هل هو growth مالته normal within normal or not. نقيس له weight for age, height for age, weight for height, and head and chest circumferences. هذه كلها البارامترز نقيسها له ونشيكها كل زيارة للطفل للمركز الصحي حتى والزيارة اللي بعدها نقارنها وياها حتى نتأكد من النمو مالته طبيعي لو لا. Behavioral development قلنا development التطور، التطور مال الطفل ممكن يكون بالbehavior، ممكن يكون motor development. يعني شنو motor development؟ إيش وقت الطفل يبدي يمسك الأشياء، إيش وقت يبدي يمشي، إيش وقت يبدي يقعد، هذه المرحلة لها علاقة بال personal social development. نشوف يبدي الطفل شلون يتعلق بالأم، شلون ينتبه للأم أصوات، شلون من واحد يصيح له، شلون مثلا من نايم ويفز على adaptive development language اللغة. هذا من أول ما يولد الأصوات اللي يطلعها إن شاء الله سنوات مال الأطفال هسه أذكرها من أيام الكلية. نحفظ ونرجع لي ورديه كل عمر عمر جديد هذا الشهرين لازم الطفل هيجي يمشي وهيجي يحكي وهيجي يسوي وهيجي ينتبه وهيجي يتفاعل للضوء هيجي يتفاعل للصوت. فكل عمر إلى الفيزيكال جروث والبيهيفيرال ديفلوبمنت الخاص به. هنا واضحة طلاب نكمل. Child health problems شنو أكثر problems اللي يعانون منها؟ طبعا قلت لكم طلاب هذه الـ Child health care محاضرة كلش طويلة وكلش كبيرة، يعني إذا أريد نقسمها يمكن أسبوع كامل من المحاضرات ما تكفيها، بس أنا هنا أنا اختصرت لكم إياها قدر الإمكان، أعطيتكم الأشياء المهمة. Child health problems low birth weight مالي nutrition ممكن يصير، شنو البروبلمز اللي ممكن يتعرض لها الطفل أثناء الchildhood. low birth weight أصلاً يعني يولد الطفل بوزن أقل من المتوقع في عمره. مالي nutrition كنا نعرف شنو مالي nutrition وسوء التغذية. infections والparasites أي إصابة بالالتهابات بالطفل. accident poisoning هاي أيضاً ممكن يصير accident الطفل مخليته أمه يمها قلبت نامت عليه أو وقع من الشرباية منعتها أو شيء بويزنينج ممكن شيء يصير بويزنينج سببه. عافية من الأكسيدنت فراح تقول اختنق باللعبة خلفت لعبة بحلقة فتشي خلاها مختنق بيها بويزنينج من ايش يصير للأطفال العمر الصغير من ايش يصير وعمر الكبير من ايش يصير أكثر common most common cases of poisoning. بعد هو بعد أكثر بويزنينج مين يجي بعد غير هذني اللي حكيتوهم كلهم. عافية جوان تقول نفط أكل كسباير بعد هين الجهال شو تدور شو تروح تذبح وشو تاكله شو تاكل شو ياكلون سموها بيكا الطفل ياكل الصبغ مال الحايط ياكلها ايضا تسوي تسمم احتمال. اكو اطفال يخلولهم كحل اول ما يجي تبهين اكو ناس عندهم عاداتهم يخلون كحل الاطفال هذا ايضا ممكن يسوي تسمم للطفل. بالاضافه الى البيهيفيرال بروبلمز مثل ايش بيهيفيرال بروبلمز ممكن يصير بتشايلد هيلث شنو البيهيفيرال بروبلم ينعزل شي يصير اذر بروبلمز اللي تبدي عافيه عافيه يا ماني التوحد عافيه بعد
شوية أمر أكثر شيء يبين عندهم بعد behavioral problems. العافية هاجر، فرط الحركة. طبعا أنتوا اليوم راح أسجل أساميكم، مو درجات ما سجلتكم اليوم. هاجر كانت تجاوب هواي، هاجر حسن، زينب ملاذ، نجيب الشباب، منور محمد منورهم. عندك أخت كانت عندنا في الكلية؟ عمار، عمار نسيته، عمار نعيم، ذاك اليوم بقيت بالشات رجعت لها كل الأسامي المسجلة. مرة حسنا الله تسمعوني. طلاب هاي المحاضرة اللي نزلت لكم هاي هسه سبيتها، لو اكو محاضرة اطول الان مسويتها. نزلت لكم الطويلة لو هاي. الأطول مو نزلت لكم؟ اي ما اقول هذيش قبل التعديل، بعدين عدلت عليها ونزلت لكم المعدلة. خلينا نكمل هسه بس لحظة، بس هذيك المحاضرة وارجع اسوي شير لهاي نكمل عليها. ما بيها هواية حكي زايد، بس اريد اشوفكم الجروث شارت، اشوفكم الامراض المال نيوتريشن اللي تصير بالاطفال بيها. طلعت لكم المحاضرة؟ لا تختلف عن الطلاب، هذه معدلتها أنا.
والمصنع. هذا أخذناه من السلايد. growth monitoring يا طلاب. نحن وصلنا مو تعالي يبدي المحاضرة الآن نزل هسه نجي للجروث مونيتورنج. اول شيء احنا حكينا على الاشياء اللي نسوي بها سيرفيلنس للمونيتورنج للجروث والمونيتورنج للبيهيفير حكينا عنها باختصار. هسه نجي نعرف شنو جروث مونيتورنج. It is a process of sequential measurement of weight of children under the age of 5 years. طبعا الخدمات اللي توفرها مراكز الرعايه الصحيه الاوليه والوحدات والبروجرامز اللي موجود بها الخاصه للماتيرنال تشايلد هيلث هي تشمل لحد عمر 5 سنوات. حد 5 سنوات شكو شيء ممكن يكون كونجنتال، شكو شيء ممكن يكون growth or developmental or social or behavioral أو أي شيء كان ممكن يبين بالطفل. فالمتابعة المستمرة، الزيارات المستمرة لمركز الرعاية الصحية الأولية ممكن يبين إذا أكو أي تخلف في نمو الطفل أو في الديفلوبمنت مالته. إذا لازم نسوي احنا ايضا بالاضافه الى احنا كل هذه الرعايه قدمناها للطفل نقدم له الجروث مونيتورنج. اكو جروث مونيتورنج وحتى اللي شايف الكارت مال الطفل بتسجيل كل زياره للطفل يوزنونه ياخذون القياسات الخاصه بكل طفل لكل عمر ويأشروها بالجدول الموجود راح نشوفكم اياه هسه بنهايه المحاضره ان شاء الله ويتابعون الصعود او النزول بهذا النمو مالت الطفل حتى يحددون اذا كان صار عنده مشكله as early as possible to be dealt with. اذا process of sequential measurement يعني دائما تعاقب وباستمرار weight of children under the age of 5 years in order to be able to detect sign of malnutrition اللي هو growth failure as early as possible and to correct this failure. قلنا نكتشف المشاكل اللي ممكن يصير، ممكن يكون مال نيوتريشن، ممكن يكون growth failure، حتى نكتشفها مبكرا ونعالجها ونخلص منها. This process should be start as soon after birth. قلنا احنا ورا الولادة واحدة من الأشياء اللي نسويها للطفل شنو هي؟ تتذكرون آخر نقطة يمكن كانت؟ النقاط شنو هي؟ أول ما ينولد الطفل. الاكزامينيشن ونقيس له الوزن والطول والابدومين سيركمفيرنس هيد ابدومين سيركمفيرنس كل هذه القياسات ناخذها. This process should be start as soon after birth with the measurement of birth weight and the recording of weight on the growth chart. اول ما ينولد لا مو الابقار صراحه غير الابقار اكو واحدة من النقاط هاي النقاط التكملة البريست فيدنج وهاي اخر وحدة كانت تقيس الوزن والطول الابدومين سيركمفيرنسز. من قسنا هاي المجرمنت اخذناها للطفل نسجلها بالجروث شارت. اكو شارت خاص يسموه الجروث شارت نحدد بيه ايش قد عمر الطفل ايش قد مثلا وزن لا نخلي نقطة بس نبي ايش قد is down to detect abnormalities which need to immediate treatment. treatment تحت البداية نحدد roots the measurement of the estimation of Apgar score at the minute of the birth. هذه أيضا كلها الـ growth monitoring. Birth weight is used. Weight is أول first reading the birth weight والولادة وبعدين نقيسه كل شهر. Plotted on the plot. Plot يعني مثل النقطة. هو الشارت شنو؟ X axis أكو Y axis.
واحد من عدهن العمر وواحد من عدهن الوزن مثلا، كل عمر يحدد قدامه قد وزنه، نقشر نقطه نخلي جوينت باي كير. بعدين هذني النقاط شو نسوي؟ كل شهر مو يجي ونقيسه ونحدد مكانه، نوصل بينين بخط which is called يسمونه growth curve. زين برأيكم إذا الخط صاعد بمرور العمر شنو معناته؟ زين لو مو زين؟ يعني شنو معناته؟ إذا الخط صاعد معناته الطفل دين وعافية. In normal situation and if the child is gaining weight, the curve is upgoing. The F-flat curve means no weight gain. يعني هذا الطفل كل شهر جاي يجي ووزن نفس الوزن، يجي نفس الوزن، فيصير الكيرف شنو فلات؟ يعني نفس الوزن. A downgoing means weight loss in both of the last situation. This is abnormal and action should be taken. واضحة؟ هاي الطلاب ما تحتاج شرح. Basic growth assessment involves measuring a child's weight and length or height يسمونه. مرة سميناه length، مرة سميناه height. يلا. قولوا لي شنو الفرق؟ And comparing these measurements to growth standards. أكو growth standard احنا على اساسها ان احنا نحدد نسوي comparison بين ال length وال weight وال other measurements. ارجع تعليقاتكم ارد اقرا شوف ايش كتبتوا لي. اتصل بالتليفون انا اقرا تعليقات بالتليفون. اي اللينث نقيس الطول والهايت نقيس الارتفاع، يعني شو وقت نستخدم لينث شو وقت نستخدم هايت. حجر حكيت صح بس اعطيني ايش وقت كملت لك فرح. يبدي يمشي الطفل فرح مسؤول خطير قبل السنتين. زهراء تقول لللينث لأن هو بعده احتمال ما يمشي أو حتى مشيته مو ثابتة. يبدي يوقف الطفل نقيس له الهايت. The purpose is to determine whether a child is growing normally or has a growth problem or it trends towards a growth problem that should be addressed. يعني عنده مشاكل او دا يتوجه المشاكل او هو normal growth مالته. In circumstances such as extreme poverty or emergencies, growth assessment is aimed at بعض الظروف يشمل ان ال growth assessment who need urgent intervention such as therapeutic or supplementary feeding to prevent death. يعني في بعض الأحيان ال emergency بالحروب عندهم هذول المدن الدول الفقيرة جدا هنا شو يسووا لهم يحددون يا هو
واللي يحتاج urgent intervention سواء كان therapy, mentally feeding حتى يمنع الديث مالته. Children with severe forms of undernutrition should be referred for specialized care. هذا احنا نقيسه مو بس نباوع عليه وننتظرها صعدها نزلها ما ادري شنو، لا هذا نحتاج الى انه نحوله specialized care. Children with obesity should be referred for medical assessment and specialized management. أيضا مو بس ال undernutrition، ال overnutrition وال obesity هم يعرف شنو مشاكل ال obesity، ممكن يكون تغذية خطأ، ممكن يكون أمراض هرمونات جيل، أو ممكن يكون طريقة تعامل مع الطفل خاطئة. No severe problems can be managed through counseling, including age appropriate advice on feeding and physical activity. ايضا يحتاج الى مشاوره الام والاب، نعلمهم على الادفايس على الفيدينج على الفيزيكال اكتيفيتي اللي يحتاجها الطفل. WHO شارت ناخذ هاي موت هذا سميناه شارت، سميناه جروث شارت، ومن كل بلوت حددناها كل شهر يجي الطفل نخلي بلوت، نخلي نقطة على المكان مالت الجروث مالت القياس مالته، ونجر خط بين النقاط هذين سمينا هذا الخط سميناه الجروث كيرف. هذا كيرف صح، قلنا شو نسوي هذا؟ ايش مدري ان هذا الكيرف حتى لو جاي يصعد، هل هو يصعد بطيء؟ هل هو يصعد ضمن الطبيعي لو خطأ؟ نحدده ويا ستاندرد. الستاندرد من خلاها؟ خلتها منظمة الصحة العالمية WHO. By including children from many countries, WHO سوت جابت أطفال من دول مختلفة، لذلك هاي القياسات تعتبر ستاندرد لكل أطفال العالم. وإحنا نقول إحنا هذا ما يخالف جهال مطوال بهذا الأخاف على جهال الصين مسوي، على جهال مثلا أمريكا، على جهال شنو، لا جابوا من many countries who were receiving recommended feeding and care. Multi-center growth reference study سووا MGRS resulted in a respective standard for normal growth. من جابوا من دول مختلفة أطفال وايد وطوهم الكير الصحيحة والنيوتريشن الصحيحة وقاسوا لهم هاي القياسات وطلعوا الستاندرد مالتها. The standard can be used anywhere in the world since the study also showed that children everywhere grow in similar pattern when their nutrition, health, and care needs are met. لما البناية صحيحة، الصحة مالتهم ما عندهم infection وأمراض، النيوتريشن مالتهم صحيحة وoptimal nutrition، المفروض جميع أطفال العالم ينمون بنفس المستوى. فهذا الستاندر مال WHO اللي حلتها واللي موجودة بالشارت مالت الجروث ونقيس عليها أطفالنا بالمرض الصحية الأولية هي ستاندرد لكل العالم. Measuring child growth. هذا الgrowth child's age, sex and measurements of weight and length or height will be used to calculate the following growth indicators. يسمون الindicator. نشيل إنه شن قيسة المفروض موجودات إلها جداول خاصة قلنا هسه راح نشوف بالمحاضرة. For age، إيش قد طوله بالنسبة لعمره؟ قد ارتفاعه أو طوله بالنسبة لعمره؟ Weight for age، إيش قد وزنه بالنسبة لعمره؟ Weight for length or height، إيش قد وزنه بالنسبة طوله؟ بالإضافة إلى الـ BMI هو الـ Body Mass child visit the healthcare providers. إذا إجا for immunization نشيك نستغل الفرصة. إذا إجا عدة فد مشكلة check up نشيك. Care during an illnesses مريض وجابته أمه ما دام عدة كارت مرة عاية عدنا هم نشيكه ونقيس له هذه القياسات ونثبتها بالجدول مالته. There is no WHO recommended schedule of visits specifically for growth assessment, but some countries may recommend a schedule such as 6 visits in the first 2 years of the life. ماكو فد شي ثابت ال WHO سويته،
وقالت هو الطفل كل شهر يجي يزور او كل 5 اشهر او كل 6 اشهر، لا هو الطفل كل ما يجي للمركز الصحي يزور. الدول كل دولة خلت لها برنامج يختلف، بعضهم قالوا على الأقل يحتاج الطفل خلال السنتين الأولى من حياته إنه يزور المركز الصحي ويسوي هذا التشيك أب المستمر لمدة 6 مرات على الأقل. Observe the child and note clinical sign of marasmus and kwashiorkor. شنو المراسموس وكواشيوركور؟ طلاب أمراض هذه مراسموس وكواشر كور هي مال نيوتريشن ديزيز. عافية. مال نيوتريشن is a very prevalent problem during under 5 children especially in the developing world، خاصة بالدول النامية اللي عندها تعاني من الأمراض ومن عندها مال نيوتريشن للتشيلدرن اندر 5. It is estimated that about شيت هذول 190 مليون طفل under 5 عندهم مالي نيوتريشن all over the world. شنو الهدف من هاي الصورة اللي خليتها؟ هاي اسمها ايسبرج فينومينا. من يعرف شنو معناته ايسبرج فينومينا؟ شوفوا هسه هذا يسمونه الجبل الجليدي، احنا نسميه ايسبرج فينومينا. شقد ظاهر من عنده فوق؟ كلش قليل، بس بالحقيقة الجو الماي، شوف شقد الجبل جو الماي بالحقيقة، وهذا كله ما شفته. كذلك المالي نيوتريشن بالعالم المشخصة والمكتشفة والمعروفة هذا الفوق بس، اللي عندهم مالي نيوتريشن وما حد مجيبه وما حد مفحصهم وما حد مشخصهم هذا الجزء الكبير كله. إذا هذه مشكلة عالمية وخاصة بالـ developing countries. نص مالي نيوتريشن is invisible. هي هاي الأسبرج فينومينا. And most parents of malnourished children do not know that there is anything wrong. ما يعرفون جاهلهم مش بي. لا هو ضعيف، ها هذا طالع على عمامه، ها طالع على خواله، يلا ما يخالف، هذا هو أكله هيجي. Each health workers can detect early malnutrition using the reference population weight for age charts. Only 1 to 2% of all malnourished children will show sign of clinical malnutrition in the form of marasmus and kwashiorkor. يعني ايش قد نسبتهم بالنسبة للعدد الكلي اللي عندهم؟ 1 إلى 2%. يلا نقدر نشخصهم عندهم marasmus أو kwashiorkor which is severe third degree malnutrition يعتبر. This is what is called iceberg phenomena. بس عرفت شنو iceberg phenomena؟ يعني الأطفال المصابين بالmalnutrition لا آبائهم وأمهاتهم يعرفون بهم مصابين ويراجعون بهم ويأخذون العلاج بالوقت المناسب، ولا حتى الكادر الصحي يقدر يكتشفهم إلا إذا وصلوا للستيج متأخرة من المرض والثاني سمتم ظهرت عندهم كلش بارزة وقوية، يلا يقدروا يشخصوا. هذول نسبتهم 1 إلى 2%، يعني أكثر عندهم مال نيوتريشن غير مرئيين. Use the growth record. The growth record is booklet that contains all of the chart needed to record and assess the growth of child from birth up to 5 years. هذا ريكورد مثل السجل للطفل بالطين، كل معلوماته وكل الجروث مالته والميجرمنت تسوي له سجل لبي. A different growth record is needed for boys and girls. هاي الريكورد تختلف. انتوا قلتوا لي قبل شويه زين دكتوره اكو عوامل بيئيه، اكو عوامل مثلا جسمانيه ممكن تاثر، فهم ايش سووا؟ WHO من سوت هاي الستاندردز؟ سوت للبوي واحد وللجيرلز واحد.
because boys and girls have different weight and length beginning at birth. Boys and girls need to be assessed by standards that reflect normal differences in their sizes. فإنني أكو حدات خاصة أو growth record خاصة للميل العفو للبويز وأكو خاصة للجيرز. أيضا growth record should be started for each child and kept by the mother. تحافظ عليه وكل زيارة للمركز الصحي كل زيارة للطبيب تودي وياها ويشيكو ويسجل به. Observe the child and note a clinical sign of marasmus and Kwashiorkor. حتى الطفل يتشخص أنت كطبيب قاعد بمركز صحي عنده مالي نيوتريشن وعنده marasmus أو Kwashiorkor. When the child is undressed to prepare for waiting, certain clinical signs of severe undernutrition may be apparent. إحنا شو نسوي؟ المفروض الطفل أما ملابس خفيفة أو undressed حتى يوطى الوزن مالته صحيح. نشوف نلاحظ عليه بعض العلامات اللي قد تدل على under nutrition or malnutrition. It is important to recognize signs of marasmus and kwashiorkor. Since they require urgent specialized care that may include special feeding regime, careful monitoring, antibodies, وهي التريتمنت مالته تحتاج يعني العديد من الجوانب اللي تشمل بالي نيوتريشن مالته وتشمل العلاجات الصحية الطبية تشمل رجيم مال وتشمل أيضا كيرينج يختلف عن الطفل العادي. Regardless of their weight, children with these العفو syndromes should be referred for urgent care. من تشوف عليهم هاي syndromes توديهم Specialized centers for urgent care for management. أول شيء المراسمس. شلون أشخص المراسمس؟ In this form of severe undernutrition, إن إحنا هذا stage 3 هذول المراسمس والكواشر for severe malnutrition, the child is severely wasted. شو نسميه إحنا؟ And has the appearance of skin and bones. نسميه جلد وعظم. ضعيف تشوف الطفل كلش جلد وعظم صدق يعني بالمعنى الحقيقي جلد وعظم ليش؟ Because of loss of the muscle and fatty tissue راح يفقد حلو زين الفيس مالته شو يبين؟ نعرف هسه احنا حتى الكبار بالعمر يفقد الفاتي تشو والمصل بالوجه مالته يفقد الكولاجين شو يصير به؟ مثل اللي يترحل وجهه فالطفل ايضا نفس الشيء يصير Child face look like an old man's following loss of facial subcutaneous fat. But the eyes may be alert. The ribs are easily seen. هو جلد عظم وضعيف كلش وفاقد الوزن. فأكيد ما كل عنده لا فات لا مصل لا شيء. إيش يصير عندهم؟ الأضلاع تبين. There may be folds of the skin of the buttock and the thigh. يصير منطقة البوتوك ومنطقة الثاي الأفخاد يصير فولد مثل ما الإنسان سمين ويضعف الجلد يصير يترحل يصير على شكل طبقات. That make it look as if the child is wearing a baggy pants. مثل كأنما لابس سراويل فخاضة. شيء عريض عليه ومطبق الجلد ما تصير مطبق القياسات اللي راح نسويها ايش راح نشوف weight for age weight for length or height are likely to be very low لان كل الاحوال هو وزنه قليل بس اهم شيء نميز به هذا انه شبي skin and bone وباقي bones عادي شوفوا صورة هذا الطفل تشوفونه شلون الربس بارزة بي شلون مبين skin and bone شلون الفولتس مالت الجلد مالته photo 1 and 2 show the front and back of the same child photo 1 the child has severe wasting from front the ribs
Sure, there is loose skin on the arms and thigh, the bones on of the face, clearly show. هذا شنو؟ هذا يا مرض، هذا يا مرض طلاب، هذا المراسماس. التقوط والهم يأثر على المشبوه، أكيد يأثر على كل الديفلوبمنت مالت الطفل، هذا يأثر على الجروث مالته والديفلوبمنت مالته. نروح للصورة الثانية، هذا نفس الطفل، تشوفون شو تلاحظون أكثر شيء مبين هنا؟ يعني ليش الطفل يفقد السبتين الوصفات والمصل مالته؟ ليش؟ لأن هذا المرض شنو نقص اللي عند الطفل؟ الطلاب وياي، شنو السؤال؟ عفية فاطمة نعيم تقول نقص بالبروتين والإنرجي، lack of protein، وبعد الكربوهيدرات، وبعد المراسماس. الانرجي اكثر شيء، الكالوريز، كالوريز ما عند الطفل. Don't ingest enough protein, calories, carbohydrates and other important nutrients. اكثر شيء يصير وين؟ اللي هو اللي يصير بيها، تشوفوا الاطفال هم هيك وين؟ الدول الفقيرة عندها نتيجة باك واضحة ازاي بها الباقي بات. الفوتو 3 this girl is 2 years old، وزن مالتها 4.75 سنتين، وزنها 5 كيلوات مصاير، طولها 74 سنتيمتر. She could not stand for bad measurements، ما تقدر يعني رغم عمرها سنتين ما تقدر توقف. She is severely wasted. شو تشخصوها هاي؟ على الصورة شو تشخصوها؟ طلاب عندها شنو؟ تشوفون الربس الثاني من أمراض سوء التغذية اللي هو هنا السبب الأساسي به هو نقص البروتين. In this form of severe undernutrition, the child's muscles are wasted. But the wasting may not be apparent due to generalized edema. راح يصير عنده edema. فهو رغم إنه هو wasted، المصل ما عنده، وزنه قليل، بس يشبيه عنده edema. هاي edema والswelling لل excessive fluid in the tissue. ليش هذا الفلويد؟ الفلويد مال نيوتري مال withdrawal نتيجة لأن هو نقص بالبروتينات، فالبروتينات هي اللي تخلص الجسم من الفلويد الزائدة، راح تتجمع بجسمه، راح يصير عنده generalized edema. The child is withdrawing, irritable, obviously ill and will not eat. شوفون child irritable، بين مريض ما ياكل، وضعه مو طبيعي، face مالته round because of edema. And hair is thin, sparse and sometimes discolored. تشوفون شايفين مرات جهال هذول البشارة المناطق الفقيرة شعرهم حسبانا شكران، احنا كل هذول شكران؟ لا، هذا بسبب نقص البروتين، سوء التغذية، كواشر كور عندهم هذول. شوفون وجهه مفتح وعريض، هذا edema. نفس الوقت الشعر مالته من كنكسز ما يتقطع بيدك،
وتشوفي حتى لون مامي خفيف discolored. The skin has symmetrical discolored patches where the skin later cracks and peels off. يبدي يقشر جسمه. مثل قشور يصير بيه باتشز جسمه منتشره وتصير بيل اوف. The child with the kwashiorkor will usually be underweight, but the oedema may mask the truth. انتبهوا هاي النقطة كلش مهمة. ليش؟ من أسئلتكم الطفل الكواشر يبين كان ما وزنه طبيعي، تقولوا ليش؟ لأن هو عنده generalized oedema بسبب الواتر ريتينشن نتيجة نقص البروتين. شوفوا هذا الطفل هسه اللي يشوفه يقول ما عنده كل شيء هذا. تشوفون هاي الباتشز اللي موجودة بجسمه ومدشرة، تشوفون الأوديما منفوخ نفخ. This child has generalized oedema, feet, legs, hands, arms and face appear swollen. Several patches of the discolored cracking skin are visible. They may be on the child's ankle. هذه child has scaly patches of the hand and thigh and dead تشوفوها. There is also generalized oedema swollen legs, hands, arms and face. أكو نوع آخر من أنواع أمراض سوء التغذية اللي يكون دمج بين النوعين يسمونه مراسمك كواشركور. مو مراسمس ولا كواشركور، هو مراسمس مراسمك كواشركور وكواشركور ومراسمس distinct conditions هن. But in communities where both occur, cases of severe undernutrition often have features of both. فصير عندهم اثنين هن المرضين سوء. For example, a child may have severe wasting as seen in marasmus along with the skin and hair changes or oedema typical in kwashiorkor. So in definitely يسمونه marasmus kwashiorkor. بس خليني اشوف لكم هذا الشارت. شوفوا هذا مال بادي ماس اندكس. هاي الشارتات اللي نشيك عليها الاطفال. لينك فور ايج، هذا شوفوا هذا خاص للاطفال. البيرث من الولاده لحد عمر 6 اشهر. شوفوا هذا الشارت، هذا موجودات بالمراكز الصحيه ويقيسون ايش قد ال length for age. هذا خاص لللينك فور ايج، يعني انا اقيس بيك اقيس. شوفوا جوا شكو مكتوب age completed weeks or months، هاي بالاسابيع اول فتره ورا ال 13 اسبوع تصير اشهر. تشوفون تصير عريضه القناه والاعمده، ومن هناك شكو بال هذا شنو هذا الاكس اكسس اللينكس ايش قد طوله. هسه اذا جاء عمره مؤشر يطلع عندكم طلاب بالصورة، مؤشر داعشر بيطلع عندكم. إذا جاء عمره شهر 4 أسابيع وش حكي تشوفون على الأربع، وين مؤشر أني؟ على 4 أسابيع. بنية عمرها 4 أسابيع قصنا طولها طلع 50 سنتيمتر. اجي شوفوا قدام الاربعة اصعد اصعد اصعد، وين الخمسين؟ هاي الخمسين. شوفوا هاي النقطة الحمراء هنا، اخلي نقطة. زين فهمتوا شلون اسجلها؟ هنا اخلي نقطة، نقطة بس اخلي بين الاربعة. زين ياخط بيهن الستاندر الحقيقي، احنا قلنا هاي دبليو اتش او سوت ستاندر، ياخط بيهن الستاندر الاخضر. شوفوا هذا الأخضر، إذا إجى فجأة الأخضر أو بين الصفر هذا يعتبر ضمن الطبيعي. لا والله نزل من الأصفر للأحمر هذا يبدي خطورة، أكو فد مشكلة. شوفوا هناش مكتوب a child length for age is below the line 2
is stunted. جوا اللاين 3 سيفيرلي ستانتد، يعني عنده تقزم. هسه هذا احنا وين ال 50 على يا لاين عابر على اللاين الثاني، فهذا ايش بيه؟ عنده قصر لو ما عنده طفل؟ عنده لو ما عنده قصر طفل هسه هذا مال بنات هاي سجلناها هنا. اجتي ورا عمرها 10 اسابيع اعطيناها رعايه وهاي مهتمين بها، قلنا ترى بنتك عندها مشكله هيك وتغذيه زينه وحافظه عليها وكيرنج تصير عندها انفكشن ومشاكل وشي. اجتي بالعمر 10 اسابيع قسنا الطول مالتها طلع 57. جيت شكو قدام العشرة أصعد 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 55 56 57. هنا على هاي النقطة بتشوفوها وين حليت النقطة. هسا زين لو مو زين، تحسن لو ما تحسن، صار ضمن يا خط مع عبر الخط الأول بالنص الأخضر أحسن شيء، هذا البيرفكت الستاندرد هذا حسن. شو اسوي اذا اجتي زياره له؟ اوصل هسه شو اسوي؟ النقطه الاولى وين خليتها؟ اوصل من عندها خط للنقطه الثانيه للنقطه الثالثه واشوف الكيرف مالتي اذا يصعد مثل هذني لو ما يصعد. زين قلنا لها لامي اوكي امور طفلتك توب وهاي زين. اجتي عمرها 4 اشهر الطفله قسنا الطول مالتها ايش قد طلع؟ طلع خلي نقول هنا 60. وين 60؟ اشوف هنا هسه اوكي زين لو مو زين الطفله النمو مالتها دا يصعد لو ما دا يصعد، ضمن الطبيعي لو مو ضمن الطبيعي. كذلك بالنسبة هذا weight for age للgirls من ولادة، شوف كل عمر وكل جنس إلى الخاص بهذا للgirls من birth للmonth، وكل قياس weight for length أكو length for age إلى جدول خاص بهذه كلها جداول سوتها WHO نتيجة الدراسات مالتهم. شوفوا هسه هذا كله للgirls هذني هذا ال wait for age من عمر سنتين الى حد 5 سنين، ورا الخمس سنين بعد زين خليت لكم بس مال جيرلز. كافي الطلاب ذنيش نتركهن السلايدات عليكم انتم بعد ما بيها شي سلايدات. يا هلا عليكم ما به شيء كل السردات هو نفس الحكي. الأم إيش تقول لها؟ شنو الفرق؟ شنو هاي الدايتري انتيك والديزيز سايكل؟ أكيد كل ما مال نيوتريشن كل ما يصير له اميونيتي كل ما يتعرض للإنفكشن، ومن عنده إنفكشن أيضا بنفس الوقت راح يصير له اميونيتي أو يصير مال نيوتريشن لأن الطفل ما ياكل، ضمن سايكل تبقى تفتر هاي الشغلة ما تنتهي. الأسبوع الجاي إن شاء الله تقديم السيمينارات مالتكم باتفاق مع ممثل اللي تحددوا قسمكم على أوقات مختلفة.